مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم منشط الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشط كبريات الصحف المحلية والدولية مع الكاتب الصحفي قيس الأسطى. أهلا بك معنا أستاذ قيس. أهلا زينب. أهلا بك. نستهل جولتنا ولكن بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا من الصحف المحلية التي أفردت مساحات واسعة للزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد إلى المملكة العربية السعودية ترأس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمدينة الرياض. ومن جريدة القبس نقرأ: الكويت والسعودية تعزيز التكامل الراسخ. صاحب السمو بحث والأمير محمد بن سلمان المستجدات وخدمة المصالح المشتركة ودفع العلاقات حول آفاق أرحب. سمو الأمير: المنتدى الاقتصادي يرسخ الدور الريادي للسعودية. سموه أكد أيضا على التنسيق المشترك بين البلدين في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة. أستاذ قيس، يعني قراءتك لمشاركة سمو أمير البلاد للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض واللقاء الذي جمع سموه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وما جرى كذلك من مباحثات؟ لعل سموه يعني حريص دائما على إنجاح أي نشاط يقام في الرياض. نلاحظ أن سموه ومنذ أن يعني تبوأ مركزه كولي للعهد وبعد أن قام يعني سمو الأمير الراحل الشيخ نواف بتكليفه ببعض المهام، يعني كان موجود في كل القمم التي أقيمت في الرياض. واضح أن يعني هناك توجه كويتي كامل بإنجاح أي شيء يقام بالرياض. الآن يجب أن نقول زينب أن العالم القادم لن يكون هناك مستقبل للدول المنفردة. منظومة مجلس التعاون ابتداء بالكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، أنا أتصور تعزيز أوجه التكامل على جميع الأصعدة الاقتصادية، الثقافية، الدبلوماسية، العسكرية، يجب أن يكون أنشط. العالم القادم سيكون عالم كتل، لن تكون هناك دول صغيرة. أنا هنا لا أدعو إلى ذوبان كامل، بمعنى أن السعودية ستبقى السعودية والكويت ستبقى الكويت والإمارات ستبقى الإمارات، ولكن هذا لا يعني أن يعني نحافظ على الوضع الراهن. الوضع الراهن جيد، ولكن نريده أن يكون أفضل، نريده أن يكون ممتاز، نريد أن نرفع التعاون الاقتصادي. الآن ما يربط يعني الرقم الموجود بين الكويت والمملكة العربية السعودية بين 11 إلى 12 مليار حسب آخر الإحصائيات. أنا أعتقد أن هذا الرقم يجب أن يدبل، بمعنى أن يكون فوق 20 مليار. أيضا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هي الممثل لدول مجلس التعاون داخل مجموعة 20. هنا نتحدث عن أكبر 20 اقتصاد بالعالم. هذه المرحلة نحن أتينا بعد جائحة كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلها على جميع دول العالم النفط، الغاز، القمح، الأمن الغذائي. هناك أشياء كثيرة تحتاج أكبر درجات التنسيق، وأعتقد أن حرص سموه بالتوجه إلى الرياض يأتي من هذا المنطلق. هناك تحديات كبيرة ذات طابع اقتصادي، ذات طابع دبلوماسي، ما يحدث في المنطقة، ما يحدث في غزة، ما يحدث في كثير من أماكن العالم. أنا أرى أن يعني ذهاب سموه يأتي من ضمن هذا الإطار. نعم. أما جريدة النهار فعنونت: سمو الأمير تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة.
صاحب السمو الأمير والأمير محمد بن سلمان شدد على دعم العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة. سموه أكد أن الحوارات المثمرة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض ستسهم في دفع عجلة التعاون الدولي. يعني صاحب السمو أكد على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة التي نشاهدها الآن أستاذ قيس. يعني ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟ نفهم أن هناك توجه أكبر بالتعاون الاقتصادي، نفهم أن أشياء كانت يعني يتحدث عنها وكأنها نوع من أنواع الهمس الأكاديمي أو النقاش الأكاديمي داخل الغرف المغلقة يجب أن تذهب إلى السطح وأن يعني تشكل لها فرق عمل مشتركة. موضوع الطاقة النظيفة، موضوع تنويع مصادر الدخل، موضوع البحث عن بدائل للطاقة، التعاون الاقتصادي المشترك، المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مفتوحة لجميع دول أبناء التعاون، بمعنى أن يستطيع شاب قطري أن يأتي إلى الكويت ليبدأ مشروع البسيط أو المتوسط، وبالمقابل يستطيع شاب كويتي أن يذهب إلى عمان. كل هذه الأشياء بالإضافة إلى نظام جمركي أكثر يعني توحيدا، أشياء كثيرة كنا نتحدث عنها. أنا أعتقد أن آن الأوان أن يعني تعزز وأن تلاقي يعني طريقها إلى النجاح. زينب، أنا ذهبت خرجت من جمهورية التشيك ووصلت إلى جمهورية إلى سويسرا مرورا بالأراضي، إلى فرنسا مرورا بالأراضي الألمانية والسويسرية. لم يوقفني أحد ليسألني عن هويتي أو جوازي. أأمل حقيقة كمواطن خليجي كمواطن كويتي أن يأتي اليوم الذي أستطيع فيه أن أتوجه من سيارتي إلى مسقط دون أن يوقفني أحد. لي حق كمواطن خليجي أن أحلم في هذه الأشياء، وأنا على ثقة أن الغادة يستمعون ويأخذون فرقهم تأخذ هذه الملاحظات، وأأمل أن يأتي هذا اليوم، وأأمل أن يأتي قريبا جدا. نعم. من جريدة السياسة نطالع صاحب السمو بحث ورئيس وزراء العراقي وباكستان العلاقات والمستجدات. تم استعراض العلاقات الطيبة بين الكويت وكل من العراق وباكستان وسبل دعمها وتنميتها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. سموه تلقى دعوة من محمد شهباز لزيارة بلاده. يعني سمو أمير البلاد أجرى على هامش المنتدى سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء العراقي وكذلك مع رئيس الوزراء الباكستاني. ما أهمية هذه اللقاءات برأيك؟ أهمية لسببين. نعم. أن العجلة الدبلوماسية الكويتية التي يعني بطأت قليلا عادت لسرعتها المعتادة. سمو الأمير يعني حريص على حضور أغلب المناسبات التي يستطيع أن يذهب إليها، وهذا شيء مهم بالدبلوماسية الكويتية. نحن نعرف أن الدبلوماسية الكويتية لديها إرث كبير، الكويت وسيط مقبول لدى أغلبية الكاسحة من دول العالم. الكويت كانت وما زالت وستظل بلد المبادرات، بلد التي عادة ما ترسم يعني تشعل ضوء في آخر النفق لعديد من الدول. هذا على يعني الشق الأول. الشق الثاني، لدينا قضايا عالقة مثلا مع بلد مثل العراق، لدينا المواضيع الحدود البحرية، لدينا أشياء يستطيع صاحب السمو أن يعني يناقشها مع رئيس الوزراء العراقي. باكستان دولة مؤثرة على مستوى الإقليم، باكستان دولة كبيرة، دولة مؤثرة جدا، دولة يعني عضو بالنادي النووي، وأيضا أعتقد أن الحديث معها يجب أن يشمل قضايا مختلفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. سموه تلقى دعوة يعني للذهاب إلى باكستان. أعتقد أن هذه الأشياء قاعد ترتب حسب جدول. سمو الأمير سيباشر زيارات إلى عدة دول، هو يعني للتو فرق من دول مجلس التعاون ثم الأردن، وأعتقد أن هناك زيارة الشقيقة الكبرى مصر، وقسي على ذلك أشياء كثيرة. أنا يعني سعيد في هذا التحرك الدبلوماسي الكويتي التي قد كانت يعني ظروف وفاة الأمير الشيخ صباح ومن ثم وفاة الأمير الشيخ نواف رحمه الله وظروف كورونا التي أدت إلى تحديد الحركة
الدبلوماسية والتنقل بين الدول. أعتقد أن العجلة يعني بدأت بالدوران وبدأت سريع بالدوران سريعا، نأمل أن يستكمل هذا الجهد. نعم بإذن الله. وفي جريدة الصباح نقرأ هذا المنشد: سمو الأمير شارك قادة العالم بحث تحديات الاقتصاد الدولي. الجلسة الافتتاحية شهدت للمنتدى الاقتصادي العالمي نقاشات عدة ركزت على أهم الملفات الاقتصادية العالمية بما فيها التضخم ومعدلات الفائدة والصدمات التي واجه بعض البلدان، مع وضع الحلول الممكنة من أجل التصدي لجميع التحديات. يعني كيف يمكن للكويت أن تستفيد من هذه المنتديات الاقتصادية العالمية، يعني خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي برأيك أستاذ قيس؟ عادة يعني مع سمو الأمير يذهب بعض الوزراء، دائما يجب أن نركز على من يذهب من الوزراء بمعية حضر صاحب سمو أمير البلاد. نرى أن وزير المالية كان موجود بالوفد، لعل يعني بالإضافة إلى وزير الخارجية. طبعا أنا أعتقد أن هناك أشياء كثيرة نوقشت الكويت بصدد إعادة جدولة اقتصادها بشكل كبير، موضوع تنويع مصادر الدخل، الدورة المستندية، أشياء كثيرة. وأعتقد أن هذه يعني حضور القمة من قبل صاحب السمو يفتح الباب على أعلى المستويات للنقاش مع دول عديدة، لعل أولها هي المملكة العربية السعودية التي نستطيع أن يعني نتعاون فيها مع أشياء كثيرة. كذلك هناك ممثلين للدول، وزير الخارجية الأمريكي كان موجود. نعم. يعني كانت غمة عالمية، فأرى أن ممكن ترتيب بعض الأمور، ممكن ترتيب بعض الاتفاقيات التي تساهم بطريقة أو بأخرى لانطلاقة اقتصادية تكون واعدة أكثر. نعم بإذن الله. وفي صحيفة الجريدة الحرس الوطني: تمرين جاهز يهدف إلى تقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة والتعامل مع أي طارئ. اللواء نايف افتتح تمرين جاهز الذي تنفذه وحدات الإسناد الإداري. التمرين يعد الأول من نوعه تنفيذا لتوجيهات القيادة وأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025. نختم جولتنا من جريدة الرأي بهذا العنوان: الكويتية ريم الشمري سيدة الأمن السبراني للوطن العربي، فازت بجائزة مؤتمر جيسيك العالمي في الإمارات. التكريم هو الأول من نوعه للنساء المميزات في الوطن العربي. منشط الصحافة مستمر، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، وقراءة تحليلية في أبرز منشطات الصحف العربية والعالمية، والبداية من الشرق الأوسط التي عنونت: الرياض تستضيف مباحثات عربية إسلامية أوروبية تناقش الحرب في غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر عربية أنه يجري الترتيب في الرياض لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية لمناقشة الحرب في غزة. يأتي الاجتماع بدعوة من السعودية والنرويج، وسيتناول عددا من الملفات المرتبطة بمستجدات الحرب في غزة والوضع الإنساني على الأرض والقضية الفلسطينية. يعني هل ممكن أن تكون هناك نتائج ملموسة برأيك من هذا الاجتماع؟ نأمل ذلك. حمام الدم المستمر في الأراضي الفلسطينية يعني للأسف فاق كل التوقعات كمحللين. عندما ابتدأت الأزمة أو ابتدأت الحرب كنا نعتقد أن يعني الضربة الإسرائيلية ستكون قاسية موجعة، ولكن أن يعني عشرات الآلاف يتساقطون كل يوم تحت الركام، أشلاء، أطفال، نساء كبار بالسن. أنا أعتقد أن حجم الإجرام الإسرائيلي فاق كل التوقعات. نأمل أن تؤدي هذه التحركات إلى شيء ما، ولكن للأسف من الواضح أن إسرائيل يعني لا ترجع إلا يعني لأخذ موافقة ضمنية أو غير ضمنية إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة ما زالت تتبنى يعني المفردات الإسرائيلية: سنقضي على الإرهاب، كلام عام، لكن كل ما يجري على الأرض أن للأسف
بنيامين نتنياهو يريد أن يطيل أمد وجوده في سدة رئاسة الوزراء بإسرائيل، لذلك يذهب بالهروب إلى الأمام إلى مزيد من القتل. الآن المستجد الجديد الذي حدث آخر يومين هو انقسام مجلس الوزراء الإسرائيلي. ففي الوقت الذي يطالب وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات مقابل ملف الأسرى ويهدد أنه سيرحل من الحكومة مما يفقدها يعني الثقة في الكنيسة، يقوم جانتس وهو يعني من الشخصيات الكبيرة في الحكومة الإسرائيلية بالتهديد بشكل مباشر أنه في حال لم يقم بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة مقبولة في ملف الأسرى أيضا هو سيغادر. نحن نراهن على هذا التفكك الإسرائيلي. يائير لابيد رئيس حزب هناك مستقبل وهو رئيس وزراء سابق أيضا تحدث أن بنيامين نتنياهو يريد أن يطيل هذه الحرب لكي يبقى في السلطة. نحن نعرف أنه فور انتهاء الحرب هناك ستشكل لجان وسيطرد بنيامين نتنياهو خارج الحياة السياسية، لذلك للأسف هو يذهب إلى الأمام بقتل مزيد من الفلسطينيين، وليس هناك تحرك دولي جاد سواء داخل مجلس الأمن أو في أي مكان يعني من الدول الفاعلة بالعالم بإيقاف هذا الحمام بالدم المستمر. نأمل أن تكون هناك نتائج أفضل، ولكن للأسف ما زالت الصورة قاتمة. نعم للأسف. صحيفة النهار اللبنانية نطالع فيها عباس من السعودية: أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من الهجوم على رفح. ذكرت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من مهاجمة مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وأضاف عباس خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أنه يتوقع أن تشن إسرائيل هجوما على رفح في غضون أيام، وهو ما سيدفع معظم الفلسطينيين إلى النزوح من القطاع. تعليقك أستاذ قيس على تصريحه؟ يعني سبق أني ذهبت نفس مذهب فخامة الرئيس عباس. الرئيس عباس يعني أفنى عمره في خدمة القضية الفلسطينية، ولن أزايد على فخامة الرئيس محمود عباس، لكن المستجد أتصور اللي طرأ آخر يعني الأيام القليلة الماضية هو حجم الضغط الذي بدأ يمارس على الولايات المتحدة الأمريكية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هنا أشير إلى تحرك آلاف الطلبة في عشرات الجامعات الأمريكية مع أساتذتهم. نحن نرى أن من قام يعني يتصدر المشهد هم أساتذة جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. أأمل أن يعني أن تكون هذه كرة ثلج تبدأ في الولايات المتحدة لتشمل جميع دول العالم. أراهن على أن الأيام القليلة القادمة ستشهد نشوء حركات طلابية على مستوى العالم. أنا أعتقد أن هؤلاء هم من يستطيع أن يضغط أكثر على حكوماتهم، وهنا يعني أبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكبر بالعالم التي كان يفترض أن يكون أدائها مختلف. نحن نعلم أنها أكثر ميلا إلى إسرائيل لأسباب عديدة قد يطول شرحها، ولكن أن يصل القتل إلى هذا المستوى أنا أعتقد أن هذا أيضا ما كنا نحلم فيه للأسف. فيما يتعلق في موضوع رفح، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ما زالت يعني تلجم بنيامين نتنياهو على موضوع رفح، لكن هذا الرجل أعتقد وصل مرحلة من التشبث بالسلطة، الأمر الذي سيجعله قادر على فعل أي شيء للأسف. نراهن على مرة أخرى على موضوع الطلبة، ونأمل أن يعني تستمر الجهود من داخل ومن خارج الولايات المتحدة بالطرق السلمية للضغط على الحكومة الأمريكية لإيقاف جنون الحكومة الإسرائيلية. إلى العربي الجديد، القطرية نقرأ فيها: مصر تدعو مسؤولين إسرائيليين إلى زيارتها تزامنا مع وجود وفد حماس. نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الوساطة التي تقودها القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أن مصر وجهت دعوة إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين لزيارتها بالتزامن مع وصول وفد حماس، وأوضحت المصادر أن الدعوة المصرية تأتي بهدف اختصار الوقت وتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الملاحظات التي سيقدمها وفد حماس الذي سيزور القاهرة. يعني هذه التحركات المصرية، هل يمكن بالفعل أن تتوج بقرار وقف إطلاق النار أم الاحتلال الإسرائيلي يعني حسم الأمر وسيجتاح رفح؟ كما ذكرت يعني الحكومة المصرية قاعد تبذل جهد كبير، الحكومة القطرية، جميع حكومات دول مجلس التعاون قاعد تساهم بطريقة أو بأخرى، ولعلها الأكثر اهتماما بهذا الموضوع صراحة. يعني حكومات دول المملكة العربية السعودية بالأمس استضافت قمة، كان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن موجود، واضح أنه تم النقاش معه. الأخوة القطريين مستمرين في الوساطة فيما يتعلق في موضوع الأسرة، الكل يسعى لإيقاف إطلاق النار، ولكن من الواضح أن صلف الحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى تشبت بنيامين نتنياهو كما ذكرت سابقا بالذهاب اماما بمزيد من يعني الحرب ومزيد من دفع قواته الى الذهاب الى رفح. الان المحظور الكبير ان رفح تقع مباشره على الحدود المصريه، والحكومه المصريه تدرك ان اي شيء بالخطأ قد يشعل يعني فتيل حرب كبيره جدا على مستوى المنطقه. نأمل ندعو الله أن لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة، وإن كانت يعني للأسف حجم القتلى، حجم الأشلاء، حجم الجرحى، أشياء كثيرة يندها الجبين، ولكن أيضا ندعو أن لا تسوء الأمور أكثر، لأن من سيدفع الفاتورة بالشكل الأكبر هو الشعب الفلسطيني المسكين. نعم. لن يدفعها حكومات، لن تدفعها سياسيين، لأن بالغالب سيكون مؤمنين في أماكن خاصة. من سيتعرض لإطلاق النار والقتل هو هذا الطفل الفلسطيني المسكين الذي لا حول له ولا قوة إلا أن الأقدار شاءت أن يكون في هذا المكان ينتمي إلى هذا البلد. للأسف هذا هو العالم الذي نعيش فيه، لكن ندعو الله أن يعني يخفف على أخواننا أو أهلنا في فلسطين. نعم. القدس العربي نطالع فيها جيش الاحتلال، رئيس الأركان يقر خطط مواصلة الحرب على غزة. وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أن رئيس أركانه هارتسي هاليفي أقر خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فين كلامان وجميع قادة الفرق والأولوية التابعة للقيادة. عمان العماني عنوان طوفان الغضب الطلابي المؤيد للفلسطينيين يجتاح جامعات الولايات المتحدة. ذكرت الصحيفة أن المئات من المؤيدين الفلسطينيين تم إيقافهم في 3 جامعات أمريكية خلال عملية إخلاء نفذتها شرطة مكافحة الشغب في أحدث حلقة من حركة طلابية تتسع رقعتها في أنحاء الولايات المتحدة. انطلقت الحركة قبل 10 أيام من جامعة كولومبيا في نيويورك، وامتدت هذه الموجة الجديدة الداعمة للفلسطينيين والمعارضة للحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة لتشمل عددا من المؤسسات التربوية من كاليفورنيا غرب إلى نيو إنجلاند شمال شرق مرورا بجنوب البلاد ووسطها. عكاظ السعودية نقرأ فيها فصائل مسلحة تنحاز لقوات المسلحة لمنع تقسيم السودان. وذكرت الصحيفة أنه في تطور جديد اختارت 7 فصائل سودانية من قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية دعم ومساندة القوات المسلحة، معلنة خروجها عن الحياد للحفاظ على السودان من مخططات التقسيم والتفتيت. هذا التطور الميداني السريع في السودان سيسهم في حرب أهلية برأيك؟ أعتقد أن الحرب يعني الأهلية في السودان مستمرة، كل المؤشرات للأسف تدل على أنها مستمرة. واضح أن يعني موضوع المجلس الانتقالي بالإضافة إلى قوات التدخل السريع لن يحل في هذه البساطة. واضح أن هناك دول دخلت على الخط للأسف، أما نصرة لهذا الجانب أو ذاك، مما يعني أن قد تكون السودان مرشحة أن تحمل حروب الآخرين على أرضها. السودان للأسف منذ العام 56
يعني حصل فيه مجموعة كبيرة من الانقلابات، هو بلد الانقلابات كما يقال أو محاولات الانقلاب. واضح أن العالم مشغول في غزة وليس هناك أي جهد حقيقي يقدم. نعم الإخوان السعوديين استطاعوا أن يخرجوا باتفاق جدة، وكان يحتوي على نقاط كانت كفيلة بإنهاء أو على الأقل وقف حمام الدم الموجود بالسودان، ولكن وسط انشغال العالم فيما يجري على الأراضي الفلسطينية تم نسيان ما يحدث في السودان. للأسف أكرر للأسف للمرة الألف، السودان شعب شقيق، يعني نكله كل الحب والود، ولكن من الواضح أن العالم مشغول في أماكن أخرى، وللأسف بعض الدول تتدخل ليس لإطفاء الحريق بل لزيادة اشتعاله، أما بدعم يعني جماعة التدخل السريع، أما بدعم المجلس الانتقالي، وهذا هو السبب الحقيقي في المشكلة. نعم مشاهدينا الكرام، إلى ما قال اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة القدس الفلسطينية للكاتب محسن محمد صالح بعنوان الهجوم الإسرائيلي على رفح محكوم بالفشل. ويقول الكاتب منذ أكثر من 3 أشهر والاحتلال الإسرائيلي يتوعد باجتياح رفح في الوقت الذي يقدم فيه رجلا ويؤخر أخرى، ليس لعدم رغبته بالاجتياح وإنما لتردده الكبير وارتباك حساباته وخشيته الحقيقية من الفشل، بالإضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة وباقي حلفائه التي تنذر من عواقب كبيرة ومن حصاد مر. ويضيف الكاتب أما وقد دخلت الحرب على غزة وقتها الضائع بعد أن استنزفت مبرراتها وجدواها وفشلت في تحقيق أهدافها في سحق حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين وتوفير الأمن، فإنه يجري تقديم فكرة اجتياح رفح كوصفة لتحقيق الأهداف والخروج من المأزق ومحاولة كسب المزيد من الوقت لإقناع المجتمع الإسرائيلي بجدوى استمرار الحرب. هذا يعطي أيضا فرصة لنتنياهو للقفز إلى الأمام وإطالة عمر رئاسته للوزراء والتهرب من الاستحقاقات التي تنتظره في سقوطه وحزبه في الانتخابات القادمة وفي احتمال سجنه وإنهاء حياته السياسية. الكاريكاتير مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير من صحيفة عمان العمانية، تعليقك أستاذ قيس على الكاريكاتير. يعني من الواضح أنه يشير إلى موقف الولايات المتحدة، هذه البدلة أو الأنكل سام كما يقال تشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واضح أن هناك جزرة، ولكن للأسف هناك وعود كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الواضح من حجم يعني أو شكل المجسم الآخر أن هذه الوعود لم تجد طريقها للنفاذ. ما زلنا يعني نشهد هذا التطرف والجنون الإسرائيلي وحمامات الدم التي والقتل المجاني الذي يمارسه الجانب الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني. ما زلت أردد، هل يستطيع شاب بحجر أو من غير حجر أن يقف أمام طائرة F-35 أو F-16؟ لكن للأسف ما زال هناك من يعني يتحدث عن أعذار واهية، تارة القضاء على الإرهاب وتارة القضاء على حماس، وكل يوم نسمع تعليق جديد. لكن للأسف كل ما يحصل هو مجزرة يعني وجرائم حرب موصوفة، لا أدري كيف سيبررونها. نعم الكاتب الصحفي قيس الأسطى، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية الحلقة، في أمان الله.